أخبار اليوم. شوية أو بغالبية عظمى من الوجوه الشابة وأنت قادر على ذلك، وإن الناس قد تصدم في إنك بتستعين بأسماء أنا مش هقولها زي ما الأستاذ جلال الزويري، لأن في هذه الأسماء عندها يعني قاعدة. أنا هسيب بس أحمد ممكن يقول بالنسبة للانتخابات دي حاجة بس دي المهمة دي حتى دي مش عديها وقالها على الهوى من همين. لو أنا برضه عرس قايمة كله هينجح لو معايا عبد الزبط، مش عايز أقول على الناس يخلوها يقولها ولا إحنا هنقولها مش هقولها، ما احنا برضه قلناها، مش هتفرق ايه بقى مين مع اصوات ايه، ما انا انما انا برضه محتاج خبرات برضه.